إليكم قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية. نبدأ بصحيفة نويا أسنابروكر سايتونغ الألمانية التي تساءلت حول توقيت عودة الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها ومتى سيكون من الممكن استعادة الاقتصاد لزخمه، مؤكدة في هذا الصدد أنه لا توجد هناك إجابات جدية على هذين السؤالين حتى الآن، فعدد الإصابات بفيروس كورونا ومعدل انتشاره لا يقدمان أي توضيحات. ومع ذلك ترى اليوم أن وقت بدء التفكير في الانتعاش الاقتصادي قد حان، لأن الضرر الاقتصادي هائل، مستدلة بإحصائيات صادرة عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية تشير إلى أن توقف الصناعة والتجارة والخدمات يكلف ما بين 150 و160 مليار يورو شهريا. ارتباطا بنفس الموضوع، كتبت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن بعض الشركات ستحصل على الضوء الأخضر لاستئناف نشاطها بعد 13 من أبريل الجاري، شريطة أن تكون مجهزة بجميع معدات السلامة لحماية العمال من الإصابة بالعدوى. وسجلت اليومية أن العديد من الشركات الإيطالية تطالب بإعادة فتح مصانعها، وذلك لتجنب وقوع كارثة اقتصادية في الوقت الذي يراقب فيه العالم بأسره الكيفية التي سينهي بها هذا البلد تدابير العزل الشامل. صحيفة The Guardian البريطانية أشارت إلى أنه مع اقتراب عطلة عيد الفصح الطويلة تخشى الحكومة أن يؤدي أي اقتراح بشأن تخفيف القيود الوشيك إلى تغيير فوري في السلوك العام. وحذرت The Guardian من أن أعداد الوفيات اليومية المسجلة في المملكة المتحدة جراء الوباء مرتفعة على غرار تلك التي يتم الإبلاغ عنها في إيطاليا وإسبانيا. صحيفة لو موند الفرنسية أوردت في مقال تحت عنوان تعقب المرضى، هذا ما تدرسه الحكومة، أن الجهاز التنفيذي الفرنسي يدرس إمكانية استعمال تطبيق لتعقب الهواتف الذكية والذي سيتيح تتبع الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19. وحسب لو موند التي نشرت مقابلة مشتركة مع وزير الصحة وكاتب الدولة للشؤون الرقمية، فإن التطبيق الذي سيحمل طواعية كفيل بالحد من انتشار الفيروس عبر تحديد سلاسل نقل العدوى.